مقاتل عنيد لا يقبل الهزيمة، مغرور بقوته وقاتل للوحوش. كان بيعيش بالقرب من جبل أجف حائل، وبتشتهر المنطقة دي انه بيعيش فيها الأسود والسباع، وهو كان متعود يصطاد الأسود والسباع دي لوحده، وشهرته زادت بسبب الموضوع ده ولقبوه بالأسد الرهيس. الراجل ده اسمه وزير بن جابر النبهاني الطائي، وفي مواقف كتير بتحكي عن قوته وبسالته، لكن قصته مع عنترة بن شداد هي الأكثر شهرة بينهم. المهم الأسد الرهيس كان يدخل على القبيلة من دول يهزم اللي فيها وياخد الأسرى والغنائم ويرجع على قبيلته، لدرجة إن كل القبائل اللي حواليه كانت تخاف من قوته وبطشه. من كتر غروره كان جايب كبش وحطه في مكانه وحاطط عليه حراس، وكان يجبر أي حد يعدي عليه إنه يحط ذهب أو فلوس للكبش ده، لحد ما انتشر الموضوع ده بين قبيلة بني عبس. في الوقت ده كان عنترة اتجوز عبلة وجاب منها أولاد، وسمعت عبلة من أهلها موضوع الأسد الرهيس وتعجبت من أمره، وبعدها أعداء عنترة قعدوا يزنوا على عبلة عشان تقنع جوزها إنه يطلع يقتله على أمل إنه يموت على إيد الأسد الرهيس. وفي الفترة دي كان من ألد أعداء عنترة أخو مراته وخطيبها السابق، وطبعا الاتنين دول نشروا أخبار الأسد الرهيس وإنه بطل الصحراء الجديد وإنه قوته وجبروته تعدي عنترة بمراحل. وفي النهاية انتشر الخبر لحد ما وصل لعنترة، خصوصا انه لاحظ عنترة انه عبلة مهتمة بالموضوع، وطبعا عنترة كان مهتم بكل كلمة بتقولها عبلة، وكان عايز يفضل في نظرها هو بطل الصحراء الوحيد، فقرر عنترة يواجه الاسد الرهيس. المهم خد اخوه شيبوب ومراته عبلة ومرضيش ياخد اي حد تاني معاه، ولما وصل عنترة البيت الاسد الرهيس ملقيهوش ليه خارج الديار، فدخل عنترة على حراس الكبش موتهم ومسك الكبش دبحه وادال زوجة الاسد الرهيس وخلاه تطبخه، واكل عنترة هو واخوه ومراته وخد الغنايم ومشي. وعمل كده عنترة عشان يستفز الأسد الرهيس ويثبت للناس كلها انه هو بطل الصحراء الوحيد. المهم رجع الأسد الرهيس من بره منتصرا كالعادة، ولما رجع عرف باللي حصل فغضب جدا وقرر انه يقتل عنترة، فأخد زوجته وعبده ومرضيش ياخد حد معاه تاني، وطلع على ديار بني عبس عشان يواجه عنترة، وفعلا واجهوا بعض وبرزوا بعض، لكن هي لحظات معدودة عنتر هزمه ومسكوا رماه على الأرض، وخلى أخوه شيبوب يربطه ويجره وسط ديار بني عبس عشان يثبت للناس كلها انه هو بطل الصحراء الوحيد. وبعدها طلبت زوجة الأسد الرهيس من عنترة انه يعفو عنهم، خصوصا انها كانت أخت صديقه، وفعلا عنترة عفى عنهم وحملها بالهدايا لأخوها. ورجع الأسد الرهيس لقبيلته مهزوم وأقسم إنه ينتقم من عنترة، وفعلا جهز جيش وهجم على ديار بني عبس. ولما وصل لديار بني عبس عنترة ما كانش موجود، فخد عبلة أسيرة وأخد الغنايم ومشي. فلما رجع عنترة عرف باللي حصل وغضب جدا، وأخد أخوه شيبوب ومجموعة من فرسان بني عبس وهجم على الأسد الرهيس، وبدأت الحرب وقتل عنترة عدد كبير منهم لحد ما وصل للأسد الرهيس، واتبرزوا مرة تانية، وفي المرة التانية برضو عنتر هزمه واخده معاه اسير، وكان مقرر انه يقتله، بس اخوه شيبوب اقترع عليه انه يقلع له عينيه ويريح الناس من شره. وفعلا رجع الاسد الرهيس لقبيلته اعمى، وعاش بعدها 20 سنة بيتدرب انه يرمي السهم ازاي هو واعمى، لحد ما عرف في يوم انه عنترة مسافر هو واهله خارج الديار، فطلب من عبده انه يوصله لعنترة وما يعملش اي حاجة تاني. وفعلا الاسد الرهيس جهز السهام بتاعته وشبعهم بالسم، فقعد فترة يراقب عنترة لحد ما جه في ليلة وسمع صوته فرماه بالسهم واصابه، فصرخ عنترة وبدأ الألم يزيد عليه، فأمر أهله إنهم يرجعوا لديار بني عبس لأنه حاسس إنه هيموت، وفعلا مات بعدها عنترة. وبعدها نشد الأسد الرهيس البيت الشهير: أنا الأسد الرهيس قتلت عمر وعنترة الفوارس قد قتلت. وعاش الأسد الرهيس بعدها لحد دخول الإسلام ورفض الدخول فيه، وقال: إني أرى رجلا يملك رقاب العرب ووالله لا أجعله يملك رقبتي. وبعدها راح بلاد الشام ومات نصراني. وكالعادة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.